السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخواني أخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله، كان اليوم واحد الخبر مؤسف جدا تاع الأخت أمينة اللي راهو متذكرها واللي تبع الحلقة الأولى تاعها راهو يعرفها. يعني الزينة أمينة هذه المصابة بالسحر، يعني شغل في رجليها ما توقفش، وراها مصابة بالسحر. جدتها سحرتها وشربت لها ماء الميت. فتسبقت وحكيت عليها، تلقاوها في اليوتيوب الداخل سلطان دافيتشي فلوغ، اللي كنا نقول لكم عاونوها والدار باش تعاود دارها، باش تعود يبنوا لها دوش صغير ومنها لا علينا. الحمد لله جاب ربي رجال عاونوها بشي اللي كاين، وكاين ناس استغلت الفرصة وداو لها الشاك تاعها تاع السي سي بي وسرقوا لها دراهمها وزادوا داروا لها افير باسمها العزاز. نعم السي باسمها الوحشوها الواحد الجيجلي، داروا له 40 مليون ومسحوها فيها. ضربت 5 ايام وهي عندهم في الحبس، جرجروها عذبوها. ودوك كيما نقولوا دوك معانا تفهموا لا سويت واش كانت تحكي، وصرى لها كاع وصرى لها في الحبس. دوك هي تكمل تحكي لكم خاوتي العزاز، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ما تخافش ربي، الله يجيبها لهم خلاص العزاز الغاليين. ما تنساوناش بكومونتير تاعو الخير، طلعوا لها المورا باش هي كي تدخل تشوف كومونتيرات شبابين. وبارك الله فيكم على ليجام وسبسكرايب وليجام، بارك الله فيكم، الله يجازيكم خير. هذا واش نقدم لكم، راني مشوكي ماني. الله المستعان، الناس ما ولاش ترحم حتى انسان ميت في الحياه تاعو. الله اكبر. سلطان السلام امينه، كيف راك سلطان؟ صافا الحمد لله. واش راكي ليك وحشه؟ هيا وانت كيرا؟ والله ما شاء الله عندك شحال ما بنتيش. لا يحفظك ما يخصي. وين كنتي هذه المده ما بنتيش؟ ما نيش ندير لا، ما عنديش كونيكسيون. ودوك راكي بيان اليوم عاد درت كونيكسيون صافا. صحة امينة، واش سمعت كنتي في الحبس ولا في طيحة ولا سيلولة؟ عندي باش تسمع حكايتي. اي خلاص خليني قلت لكم بلي لي راهم عندك نوما يعرفوا لي ستوار تاعي من كانوا يعانوني الناس. كنت نوري لهم الشيك تاعي في لاكام. ياه وبعد داوهولك؟ كي كنت نوري لهم الشيك شفت لي كومونتير طينا سي سي بي طينا سي سي بي. كنت انا غير كنت نحط لك سي سي بي تاعك. ها راك تسمع فيا تاعنا؟ انا نسمع فيك ما شاء الله. ايه لا بصح لي كومونتير اللي كانوا يقولوا لي طينا قلت لهم بلي كاين واحد يعاون والاخرين غير هادرو، تما ماشي غادي نولي ارشي ملياردير بهاد الدراهم ولا كان اللي كانوا يديروا كابتشوغ السي سي بي تاعي. مين كانوا يديروا لا كابتشوغ بصوني سما مدو السي سي بي تاعي و كيما يقولوا نصبوا الاحتيال. صوروا عليه، صوروا على اسمك كيما نقولوا كوميرسون في بجاية. داروا لك بلي انتي كوميرسون في بجاية؟ في بجاية قالوا له بلي عطينا ارسل لنا دراهم ونشطو لك السلعة. هو دار فيغمون تاع الدراهم وهما دايين سي سي بي تاعي، باينة بلي يخدمو في لابوست ولا جو سيبا. كي داو سي سي بي تاعي خدمو بيه راهم يدولي مام دراهمي لي الدراهم لي يرسلوهم لي تاع لي زونديكابي مانيش نخلصهم. فهمت؟ الدولة 40 مليون كيما تعرفوا كاع لي راكم. ايه 40 مليون داوها لك وكيما يعرفوا لي راهم عند سلطان وراهم عندي
الشيك تاعي فيه لو نو لو برينو لادريس لادريس وين نسكن حكموها كي حكموها كي حكمو هذيك لادريس جاو داوني من الدار خرجت لي موندا داري من ل من جوي جاو داوني من الدار كي داوني حتى الجيجل 5 أيام أنا في الطريق داوني الخميس وشرعت نهار 3 يوصلت للدار شرعة عزيزة هنا ثلاثة لقيتهم حد من علي ربع سنين وعشر منين أمان ربع سنين حبس هي كي شافني جوج وقعت الحبس في غدوة من داك شافني جوج وقع وعرف بلي أنا زعما هاك عندي اتصالات في الريزو سوسيو وقع وحكيت له بلي كنت بي نوري لهم الشاك تاعي وكاع اي عطاني براءة مهم لافوكا اللي داروها لي كي وقفت هدرت قالت لهم يستغلوا هاد الناس اللي ما عندهمش قالت لها كيما انا خطرت رافحت على واحد يبيع الدبسة جا عنده واحد قال لها نعطيك 500 كيما تعرفوا اللي يبيعوا الدبسة شنو هي الدبسة هذي؟ ما غادي يصور 500 في النهار يصور يا ربي 100 قال لي نعطيك 500 وكاع قال له خرج لي خويا غادي يرسل لي دراهم من موراها هذاك شيباني مول الدبسة إيه القصبر هذاك شيباني باصا باسكو الشيخ فيه الاسم واللقب و لونو اي عطاني براءة الله المستعان بصح احكي لي حبيت شغل ارسل اللي كي تجي في بالكم انت ما فهمت والو واحد قال لي ما فهمت والو والله ما نسمع فيكم مليح علاش ما كيسمع فيا كيما ما كيسمع كيسمع فيا كيسمع فيا ايه شويه انا لاصق في الميكرو كيفاش انا بعيد شويه عاود ما ديريش الاسم واللقب تاعك ما ديريش السينيارة مي انا قلت على نيتي يا جاز اللسان عن التعبير بون غادي غادي نوري لهم بالكوب في ورقه تاع البراءه وخلاص يا ودي لا لا عملنا شي كلمة لخص الحكاية نو ما لخصهاش ليكيب هاد المرأة عندها حكاية معايا في اليوتيوب كانت محتاجة مساعدة كانت في حالة لا يرثى لها تدوش في الدروج راكم تشوفوا فيها كانت محتاجة مساعدة شغل باش تخلص زوج ملايين باش ما يحوزوهاش من الدار بون باش ما يحوزوهاش من الدار و او مام طو كانت محتاجه كاش واحد راقي ما شاء الله ولا يدي عند راقي يدي عند كاش راقي يرقي لها طفله مسحوره الناس كاع ولات تقول لها نعاونك اعطيني السي سي بي تاعك انا كنت ندير لها في ستوري الحمد لله عطاو لها واش كتب ربي الكونت هذاك راح لي من موراه زاد كونت وكونت وراني بهذا قعدت انا باتصال انا وياها في الواتساب قعدنا نتحاكاو انا وياها بالانتيك هنايا بيا في الواتساب بصح شنو هو الحاله كانت تمشي بيا توتو بوستو دوك هي كانت في حاله يرتا لها المهم المنزل هذا اللي راه فيه شو استوديو ماشي حاجه كبيره هذا الدار استوديو صغير سكواطات سكواطياتو التواليت ما كاش عندها حيبوسه قدامها بيست المراه مسحوره باراليزي ودير ليكوش غاليين يديروا 100,000 ما عندهاش باش تشريهم وعندها طفيل حاصله به هيا جات عزها تلاقينا هكذا في لايف شغل تحكي لي
بديت ندير لها انا لي ستوري من طلعتها مع انور واحد البهراني، انسان ما شاء الله، انسان ما شاء الله. وقف مع هذا انور، ما عنديش معه ابوني في هذا الكونت، بصح انا عندي شهاده لله انه تهلا فيها، تهلا في المخلوقه هذه، وهي راهي شاهده والله شاهد على ما اقول. بصح واش هو استوديو كحاده يسقمهولها بها ما شاء الله. ورا انتيك بالك هم داروا لها الدوش ثاني، داروا لها واحد كليماتيزور تحرق، سرقوا لها وقد خدموا لها الشريط اللي تمشي بها تاع تريسيتي. جاو من بعد هذيك من موراها واحد الوهارنا قالوا لها عطينا الدراهم نروحوا نشرو لك السلعه باش نخدموا لك الدار، هربوا لها بالدراهم هذوك 4 ملايين شحال داو لك امينه؟ 700000. ها شوف الطفله ما تكذبش، انا بالي 4 ملايين من موراها، من موراها زاد كاش نقولوا، كاين حباب ربي جاو وقفوا معاها انتيك ما شاء الله، زادوا جاو وقفوا معاها ما شاء الله، جاو وقفوا معاها ما شاء الله، خدموا لها الدويره. ورينا نشوفوا الدار، والحلقه راهي في اليوتيوب ليكيب، الحلقه التكميله هذه شغل تكميله، شغل تاع الشوك خلعتني، لقيتها بعثت لي فوكو في الواتساب واش كاين، قالت لي كنت في الحبس 5 ايام وانا في الحبس، علاش؟ قالت لي بيس خدموا لي بالاسم تاعي وجبدوا به دراهم ومنا، وانا وليت كوميرس وانا ما على باليش. ايا جاو رفدوها من الدار لابوليس، سركلت الحومه تاعها في بلاطو هذوك كيما لي جوندار. هما تعمرت لابوليس. شحال؟ الحومه سركلت بلابوليس غير باش يدو وحده اوندي كابي. صحيتي. المهم جاو داوها من تماتيك ليكيب. بداو يجرجروا فيها من فيطو لفيطو بالشريطة تاعها حتى الجيجل شرعت وجات. كاين اللي كانوا معايا وكاين اللي ما كانوش حاضرين معايا، كاين اللي ما كانوش حاضرين معايا. انا كنت دقيقة كنت دعواني اللي كيف نوريكم لاشين يوتيوب باش تشوفوا الحلقة الأولى تاعها، سحرتها جدتها شربت لها ماء تاع الميت. خلي هذيك حلقة، بصح الشوك الكبير كيفاه قالوا لها نعاونوك، من بعد هذيك راحوا خدموا لها باسمها. هاي ليك ليكيب لاشي اليوتيوب تلقاو الحلقة. هاي ليك، هاو الاسم، هاو الاسم ليكيب، ها سلطان دافيتشي. هنا درت مع حلقة وزاد طلعها سيد مو تاع مارسي، عاونوها ما شاء الله. هاي عندها حلقات لهنا، واش من بصح وين راح نحوسوا، راح نصيبها لتحت ولا راكم فاهمين ليكيب، تكون غير هنايا برك، مي كوما من الحلقة الأولى تاعها راهي هنايا، والدوزيام هادي هي خلعتني بها، راكم فاهمين ليكيب؟ هاي 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 ليك ليكيب، هاي هادي هي العزاز. شوفوا ساتكا في طروامو ملي حكات معايا. ها حبك شي يسلم. هاي ليك. أنا واحد الوقت كنت ضيفة في آر جي في 2011. فهمتوا العزاز؟ صح هاي ليك، ها شوفوا كانت زاويها. هاكم شوفوا لي كيفاش كانت ساكنة، واستوديو دوك سقموه لها. ومازال باراليزي ما رحموهاش يعني، شو شغل؟ دارها قديمة، هاي الحيبوسة تاعها. فهمتوا خاوتي الناس قاعدة نعاونو انا عاونو، هي النية ما كانش واش دير. خرج وليتو هابطين الناس. راكم تشوفوا خاوتي هاي باينة طوالت حيبوسة كما قلت. يا داري. فهمتوا العزاز دوك الحمد لله احنا في ناس مؤمنين سقموا لها الدار تاعها، هاي ديك سقموها لها، وناس خداعين داو لها 700 تاعها، وكاين ناس خداعين زادوا خدموا لها باسمها وبعثوها للحبس وسبت براءة. هذه هي، وري لهم شويه الدار، شوفي تسقمت شويه ما شاء الله، حنا ما نكروش الخير ما شاء الله ما شاء الله. شراو لي حتى الشعوبه. شراو لي كلش ما شاء الله. ماشي بصح الله غالب زاد طاحت في عباد عياني. واش قال لك كيف صرات الحكايه كي دخلتي لدار الشرع، واش قال لك كي داوك؟ شوف زعما دروك انت راك اللايف كيما نقولوا تاعك وتاعي، انا نهدر كيما نبغي.
انت معليش نهدر شاني باغي نهدر؟ اهدري كلش كاع. لا واه زعما اللي قد يبارطاجو اللايف وكاع يبارطاجو واللي قد يدير كابتشو يدير. لا بوليس تاعنا لي عاونوني يتحسبو على اليدين لي ناس ملاح كاين ربعة ولا شوفو طحت في 100 بوليسي جرجر كحل جرجروني وتخذلت حبس تاع جيجل إدارة سجون تاع جيجل هادوك كارديانا كلباس كان غي وحدة للناس ملاح سينو هادي مشي بلاد رانا عايشين فيها باسكو وحدة اون دي كابيتي انا نورمالمون تشرع بالسكايب ما يجرش راس من الجيجل مجمع على كراسة 5 أيام أنا في البيطو يدو فيا من البيطو البيطو من البلدية البلدية من البيطو البيطو راني بالكم بنت لكم شاشة بنت لكم ما درت والو نصب احتيال زوج روني يحكي مع كون مش عارفة لي يبيعوا هادوك السم لي راكم تعرفوا شو ولا ما تجرجعوا مش كيما هاك التالي اللي غاد ما غادش نقول اسمه دخلت له تليفون في الحبس وانا زوج رفيع عليه خافوش ربي تالي واحد البوليسية بي كيبوس لي عاونا مانيش عارفه قالت لي بلي نودي نقي وحدك ولا دبر راسك لا سهل عليك خلاني حاجاكم بيا بلاكوش حتى تبدلو جاب نقات لي واحد اخرى وريهم لاكوش هذيك ولا عندك حبه جديده وريهم وريهم والله ما عندي هنا خلاصوا لك كملوا لي غدا صباح نشري تالي درتها واه هذاك هو ترقد بليكوش تيكس واه مدخلي التليفون وانا ما دايره والو حاقراني في لافا جيش كي شافني طاني برا الحمد لله يا ربي كتر خير الحمد لله كتر خير بس كلو كان جي دير حاجة ما نخرج برا قلت لهم عطوني 5 أيام ما كليتش 5 أيام طاشر ولا 5 أيام ما كليتش وكي دخلت للحبس ما شربتش الماء باسكو يشربوا الماء تاع السبالة والمحامي انا ما قدش نشرب الماء تاع السبالة نشرب غير الإفري ولا كي شرحت وقال لي كي دخلت للدار شرع ولا قلت لهم حبك عطوني نشرب قعدوا يسقسوا في بعضهم نطوها تشرب كي قال لهم مو عطوها تشرب على بالكم بلي قرعة القرطعة كانت مع عمة طبقتها وكملتها قاع حتى الجيش كي شربت قال لي مالكي راكي مريضة نأجل لك قلت له لا الجيش ما تأجل ليش قلت له باسكو تجرجرت شوفوا قطعني هذيك البراءة كون جيت قد نركعت ونركعت وسلمت على كرعي بصلاة غالب جا شوف جاني النعاس جاني العطش جاني الجوع كل شي جاني كي دخلت في لاصال نقرا مع الكارديان تاع الحبس وقديك الكارديان سمنع قالت لي جابوا لها الفطور الله وانا ما جابوا لي صح ما عليه قالت لي نعطيك تاكلي شويه قلت لها لا معليش تاني نشرب غير الماء وشغل حست بيا لاني جيعانة راحت عيطت للشيف تاعهم قلت لها نعطيها تاكل شوية مسكينة قلت لها صاير طلقوها براءة وكانوا يشرعوا لستة المحبسية ثم تيكملوهم قاع ثم بيني وبين ديك الستة تاع حشية نخرج من دار الشرع وديك الطريق لي نحكمها باش نروح الحبس مهم عدوك ما تمنى على ديك اللقطة كي قلت لها نشرب شوية قلت لها نعطيها تاكل شوية هو جاي قبالي مسموم مغصص قالها لا ما تعطيهاش وقعدت هكا بيا بالشوع تاعي
المهم كنت نحوس غير نشرب. انا لو انا كي خرج من الحبس ماما قالت لي غادي نبات باش زعما تباتي باش تريحي شويه ويعرف. كان ماما لا مانيش قادره نزيد نربط بعيد على الدار. والله الا كنت مريضه كنت مريضه على بالكم كون جابوا لي طبيب نفساني تما يقعد يتعاقبوا كاع باسكو فريمو شارجوني وفريمو ضروني وحد انا جيا مانيش نقد نبوجي ولا سيختو كي نكون راكده باسكو في اللي تخد للحبس قال دي انا الكلباس قلبهم محرش عيطوا المحبسية تشيرات باش يفتشوني كي قبلهم قلعوا لها قشها باش يفتشوني فتشوني وقع قلت لهم قشوا في الارض انا حسب ساسا ما بيت بدل لي قشي ولا تعالى بيت قشني في الارض لا قشي مراني توقت عليها قالت لي اي قالت لي مش كيما تبغي نجي كيما نبغي انا قاسوني في الارض كيما جابتني امه وهذيك الحبس كبير والبرد فيه وقع والله الا قعدت في الارض كتني البرد باش فتشوا لي كراسة وكي طلعوني طلعوني رافديني ربعة من كرعية وربعة من كتافي تقولوا قطام ولا مانيش عارف. شوية شوية لكم تسمعوا فيا لا بوليس ولا يسمع فيا كاز جارديانا ولا انا بوليس يكره لك اللي كان لي عندكم القلب كان حيوانات انسان في ولا مش عارف يقولوها ديروا شويه قلب ديروا ماما هذيكم حابسيه لكم تعاملوا فيهم كي الكلاب حرام عليكم. ديك وحده عندي كابي كيما هذيا عرّوها كما ولدتها امها ورموها في الارض 4 ساعات قسمه فتشوا لها الكروسه تاعها هذه كانوا نسا ولا عراو غير نسا؟ لا غير نسا بس كل حبس في غير نسا صح. لا باس لا باس انا ما على باليش سبق عتي في الارض يشوفوا فيك عريانة حتى 4 ساعة ولا والله الا في الارض قطيت روحي من تحت حاجة بجلابة تاعي تطلعوني فوق دور انا مع انا عرفت وهما يعرفوا دوك النساء اللي طحت معاهم ما شاء الله قاع يصلوا وقاع منا وقاع مليح حتى ما عرفت واحد ما تقريش من البداية ما غير ما كنت نعرف لو كان طمعوا فيا لو كان ديروا لي حاجة ولا على بيتهم عند ربي قاع يتحاسبوا هاد الكلبات. شفتوا خالتي العزاز المعاملة والحبس الداخل نضيف شويه الداخل والله الكلام الفراش نضيف قولي شواله الحبس نضيف شويه الداخل الفراش ايه مليح ساعدوك ما تمنى لاش الحبس. شوف انا دخلت الخمسه تاع سيلونات سيلونات المطرح اللي يرقدوا فيه تعرف كي داير يا خويا ما تأمنش عقلك مسق ديكولاس بلا هذاك السيلون سالي دخلت فيه تلاقيت فيه 10 قرعة كيما تقولو نتوما الزرزومية تحت غاشيت تحت غاشيتي ايه باسكو في الزرزوم هي كنت ديجا كيت وكي شفت زرزوم هي طحت غاشيت بالخوف بس ما عندي فوبيا منهم. تخافي منهم شو كده رفو غراس كذا نحيله وشو كده خربيت الماء فعن سول مكلي وكلوكم شوية بيان داخل لهذا ايه الحب تأكد لك قالت شوف قال يكون طلعني ودرك على الحب ايه انا كنت فيه واه قلت لك بلي الحب تدخل له زعما مقي متاع الشيرات مقي
شوالا ما فيه فيه تلفزيون شوالا ديك بلاصة عدوك وما تمنها لاش المطرح قد نهار صغير الحمام ما تاكلش المحامي وزيد مالح والقش ما يعطوكش طلع معاك جرجير يقولوا لك القش يعطيك سيمانة زيد تبديلات ودوك هاديك الحمد لله كيعطيو اخبار كيفاش مزادوش عاودو جاو يدو للدار مزادوش ليك جات كبريه بلي كيقول الناس ما تقدروش عندي للدار الحومة وين نسكن تعمرت لابوليس كورتيج تاع لابوليس لوطو واللوطو والبياري والبيطو هذيك اللوطو الصغيرة واللوطو سيبيل المهم ما تشوفوش في ديك الحومة كي ولات انا كنت راقدة هنا يوم بالله على روحي الباب باسكو كنت في الحمام هما شافوني من كنت في الحمام وجاية للدار عيطو شفتهم كي رفدو قلت لها بلي قلت لها هادو مالهم ما ديتهاش بلي عليا كي ضربت 7:30 8 جاو طبوا على ماما قالوا لها حلي على بنتك ما قريتكم انتو تاع الفرح قالوا لها حلي على بنتك زد مالي انا راكدة بقاش تاع الدار هي قال لي بلي زعما تركدي دروك وشارة كي زعما تقص لها كي لابسة كرسي كانت خارجة صح مهم بعد كده يفتشو مور ليزر وين شفتني وين ندوش سدموها لك ولا مازال تما كان يفتشو بلا طخش سدموها لك البلاصة هاديك ولا مازال كيما راهي لا لا ما سدموها ليش سما مازال كدوشي في الدروج لابو ايه ندوش تما في الصيد دوك راه الحمام لابوليس قال يفتشو تما بلا طوش دخلو رافدين واحد الورقة مدورة في يديهم قال لي قابضين عليك بالحكم انا انا والله اللي حسبتهم هم جايين يدوني على جال ما جايين يدوني انا حسبت زعما السكنة بغني يقلعوها لي هاد البلاصة اللي ساكنة فيها هيا قالي قابضين عليك بالحكم وضحك معاها وقلت لها هاك دير لي لي مينوت قلت لها هاك يديا ودير لي لي مينوت قالي والله الا قابضين عليك بالحكم ارواحي روحي تقري قلت لها كي قريتو شفت قابضين عليا بالحكم في جيجل قال لي غادي يدك حتى الجيجر قلت لك منيتك احكي معاك ودير هذاك الامل في قلبي كي بريزونتوني الصباح لا ما باصي باسكو عندي كل شيء بلا بخل بلي جرجروني عندي سيرتيفيكات تاع الطب من كنت معيدة وقعدت كل يوم يدوك عند الطبيب ويشوفك هي كي بريزونتوني الصباح وكاع قال لي بلي جيج قال لي راهم طالبينك في جيجل ما قدو ما ندير ما عندنا ما نديرو لك اللي قلنا ندو قلت له بصح كيف هادي شدوني مام بابا هاج عليهم تما في الدار تبع كيف هادي شدوها قالهم بلي خويا وكاع قالهم شرعوا لها بسكايب وماما تبكي وتشوفوا بدلت لي لاكوش هكا بلاكوغ تاع بلاكوغ تاع دار الشرع في لاكوغ تاع دار الشرع بدلت لي لاكوش وكي قلت لهم نعطيها تاكل حاجة وما اشكالية قالوا لا ما تاكل والو قالوا علاش ستة كاين قالوا لها قصة ستة زعما كاين باش تشوفيها على ستة كي جات عندي للسنترال باش تشوفني وطلبت عليا قالوا لها سيديناها واو والله لا قلي سفري مسكين بابا هكا
ما بقيتش وقف عند جيج تاع بريزونطاسيون تاع الصباح تاع جيجل. بابا قال قلت شي ترشي، قال مش قلت شي. وبنتي كانت توري لهم السي سي بي باش يعاونوها وكاع، قالت قال لهم بلي ما يدوهاش بصح حسبي الله ونعم الوكيل. كاع اللي استغل الفرصة كانوا يعانوني وكاع، الحمد لله يا ربي. كان اللي عانوني هولا سلطان صحابه وكاع عانوني، رسلولها قالولها بلي غاد نرسلولها وكاع. بصح اللي استغل الفرصة ودار لي كيما هاكا والله ما نسمح له اني دنيا اني اخرى. لو كان دروك هاكا نقولو تبونا يشوف فيا ويشوف اللايف تاعي، نقولها بلي شجرهم ليك كيما جرجروني. غادي يتنص غادي الحقرة دايره ضل، الحقرة دايره ضل، الحمد لله الحقرة دايره ضل. الله المستعان. ما عندي ما نقدر نقول لك انا عبر وكلي ربي. وجبدوهم هادو اللي خدموا لك بكواغتك ولا ما جبدوش؟ هم حق منهم في الكاميرا. اها بانوا بوجههم غير في الكاميرا، من ثم يجبدوه ما يعرفوش دارهم وين وكاع. شحال داو شحال داو دراهم المول الشهاده؟ شحال؟ 40 مليون داو 40 مليون. وبلا دراهم اللي كانوا يدوهم اللي راهم يدوهم لي انا. شحال داولك انتي؟ انا كيما نهار اللي كنت في الحبس دارو لي فيرمو تاع لي زونديكابي تم داوها، باسكو يديرو لي على الزوج تاع الصباح. شحال داولك هادي؟ عندي الدواء لي تم هاديك 600 اللي بقات لي بالكون تم داوها. راني رحت درت ديكلاراسيون عند لابوليس ودير ديكلاراسيون في لابوز، قالوا لي شهر جاي بلاك تسرح لك وما على بالي. وزعما غادي لو كان يحكموهم والافوكا قالت لي غادي ندير لك رد الاحتبال، لو كان يحكموهم ولو كان يقبضوا في الحد نطلب دراهمي من جوية الدروة. 5 ملايين ولا 6 ملايين انا ما كانش لي عطاها علي من شوية حتى دروك. انا في كاش انا في سبتمبر ولا فيه من سبتمبر سبتمبر اكتوبر انا في اكتوبر يعني. والله ما لا شو كدير حتولي واش تحكي على الدولة واش تحكي على التبون باش يدوها من الدار، تحكي على لا بوليس اللي يحكروها في الحبس لي غارديا حكروها. مين نحكي على هذوك لي جرجروني؟ هاي خلاص هاي قتلوا السي سي بو. اوكي تشوفي اختي ما داروا والو سامية جاو داوني انا من الدار ما على باليش كاع كيفاش اصلا غادي السي تبو كون يسمع بلي جاو داوني ديريكت وطوني برا يقولهم عليه. انتو ما تقول لي بتقول هدرة انا ما بتنسى هدرة، انا كيما نقولو ما صدقت سلطان يطلع معايا ونهدر فرغت قلبي كيما هاكا. انا عيطت لي خالتي وراني عايشة في البلاد وما على باليش اي حاجة صرالي دروك. راه ربي ربي هو راه فوقنا كاع راه عارف شكاين. هاي والله انا عيطت لي قالت لي دير لي حلقة واش نقولها ما نديرش. انا قلت لها انا طلبت منه خلاص هي راهي مسؤولة عن نفسها وقالت لك هادشي ما يشكلش عليا خاطر خاطي. راني مسؤولة واه سامي عربي كبير راني مسؤولة على نفسي على نفسي مسؤولة على هدرتي. وكيما نقولو قبل كل شيء قلت لماما قلت لها بلي غادي نطلع وغادي نهدر
وبابا قال لي كي جابني من الحبس ناديري لايف وهدري تخيل في كلبك وهدرت وعندي الحق نهدر وعندي وعندي الحق ندير كوزديز وانا اللي هدرت نهار اللي هدرت يعني كنت دايرة واحد لي فيديو في التيك توك نهار اللي هدرت وقلت غني نطلع مع واحد عنده لي في قلتلهم قلنا نصيب نطلع مع بعد نقول لكم تسمو بالك سلطان ما يبغيش ندخل اسم الاسماء في اللايف تاعه قالت لي واحد البوليسي واحد المدام قالت لي امينه جات عندي للطابله كدايره طابله تاع سيدنا اللي تعقلو قالت لي امينه واحد البوليسي في الدوزيام قالك قلع الفيديو مع انه هذاك الفيديو ما كانش كاع يبان الوجه تاع لا بوليس قالك قلعيه باسكو على بالهم بلي جرجروني لازم توصلي النداء تاعك باش توصل عند السلطه واللي ما فيك انت تبان ما يخاف منا وش هو الفيديو انا كون كنت دايره حاجه وانا راني كي شفت لا بوليس ولا كون راني كاع كاريه في البحر كون ديت 40 مليون وكون ديت 40 مليون كيما قلتها للجيش قلت لها كون انا ديت 40 مليون سي للجيش قلت لها مانيش بكروسة مهرسة قلت لها راني في هاد الحالة كنتو فيها ما تشكلوش عليا بزاف جماعة شقدكم غير دسو قلبكم ما تعدريش كيما هادوك يديروا لكم لا هدروا على رواكم راح نقول لكم حاجه راكم كي تروحوا لاميريك تروحوا لاميري ولا كوليج ولا شاركم تقلوا في هذيك اللافته من الشعب الى الشعب ثم هاد الضوء تاع برا تاع الحومه نحنا خلصوا كل شيء رانا خلصوا حنايا من الشعب للشعب هادو غير ترجموها بينكم بين روحكم تفهموا باللي الدولة رايحة قراتنا وكنا ندير رد الاحتبار ويوقفوا معايا على باطوني كي داير لانو ونهضر في التلفزيون كاع ويعاونوني هاد لي باطوني ولي جيت كاع نهض الاختبار تاعي من الدولة والدولة تخلصني بزعما انا مشي انا انا مشي تاع الصوالح ما يعاونك حتى واحد يا لافامي في هاد الامر وما كان ما كانش تلقى واحد باطوني ولا انا قلت في الحب دخلت بلا افوكا بلا والو الفرنك ما عدناش في الدار ما ولا طايد صحاباتي تقولهم اسكو تعاونوها باش دير افوكا عاونونا باش نديرو لا افوكا كان لي يهدر معاه وكان لي ما بغاش يهدر معاه والله اللي سلفت منا رسلولها دارو لها موندا في لابوس يا فرح دارو لها الموندا في لابوس خصو داوني الخميس قالو لها نهار الحد شراح سما ايماجينو ماما قعدت بيتها يا ولدي في لوتيل من الجمعة والسبت والحد واثنين وثلاثة والأربعة جينا والله إلا تسلفت ودارو العموندة باش دارت لي أفوكا وكاع وباش دارت الأوتيل وكاع وانتو ما تقولوا لي ما تعدريش لا نهدر بس أنا اللي اندريت واحد بيكم ما اندر أنا اللي اندريت اندريت نفسيا واندريت معنويا اللي كان يعاوني بخمسين ألف ولا كان يعاوني بصامل ولا نقول بزوج ملايين خرجتوها مني قحفية القضية لا ربي يكون معاك وش نقول لك تستعرض لك ما تخليش في قلبك دلوقت السلطان
سلطان ماني معاك. انت لو كان عندك كونت سي بي في البلاد زعما نقولو انت لك تفرج فيا ولا انت لك تفرجي فيا؟ وعندك كونت سي سي بي تسكني في الخارج وعندك انا ويكون تكون عندك صاحبتك ولا معرفة ولا وتقول لي هنعطيك الدرام والله الا تخرج لك الدرام تاع سلطان. اني نكذب كل شيء في المعرفة دروك كاع ما تكذبوش عليا. واش نقول لك يا امين ربي معاك؟ هاد البلاد راهي كتاف اللي عندها كتاف يتمشى في هاد البلاد واللي ما عندهاش كتاف كلها بوبي. شن مارا ماني عارف شاني نقدر والله راني عارف السبيطار تروحي باغي تموتي يجي واحد عنده عارفي السبيطار يتمشى عليك ايه يدخلو يفوت وانت يا ما عندك شعب قاعد يموتي. راني عايشة معاكم ولا راني نعرف ما تقعدش علينا خبت لبك. الحانوت الحانوت سالي راه يمدلكم يمد الزيت بالمعرفة. وصل الميساج تاعك هذه ماهيش ما نقدروش الهضرة تاعك هذه كاع الشعب يعرفها والشعب كاع فيه طبايع هذوما. الشعب حقار وما يحبش الحقرة. احنا المشكل دوكا تيك نلحق لنا الميساج. امين انا عطشاني نهضر. صحيح احنا المهم وصلنا الميساج تاعك. المهم امينة بارك الله فيك وربي يفرج عليك وربي يشافيك ان شاء الله. يا عبدك يا سلطان. سلام العزاز بارك الله فيكم ليك.